هاي القصيدة من حرب تموز 2006. كانت استعاراتي وصوري ومجازاتي نائمات في الأسرة مكسورات ومريضات، وأنا لا ألوي على شيء قبيل الفجر مكسورا أمام التلفزيون أحاول أن أصلي للذين يدافعون الليلة عن بنت جبيل. كيف يصلي الذي لا يؤمن بشيء؟ بعد قليل يسفر الفجر عن القتلى، وأذهب أنا للنوم مكسورا أمام حجم الدين الذي أحمله للذين رفعوا الفجر يوما آخر على تلات بنت جبيل.